مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ونحن نلتقيكم لقاء جديدا في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان الذي هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الشاعر وأجاد وأبدع حين قال: وما مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. حقا المقالة هي التي تتشرف بذكر رسول الله، وليس هو من يتشرف حين يكون ضمن مقالة ما. مشاهدينا الكرام، من باب الطاعة والوفاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نربط هذا الشهر المبارك، شهر شعبان الذي هو باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول: شعبان شهري. نحن في العشر الأواخر من شعبان، نريد أن نوصلها بشهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله. فإذا تواصل الشهران وكأننا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الآن أنتقل من طيب وجوهكم إلى طيب وجه زميلي الأستاذ قاسم وأحييه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك سيدي سيد محمد العرجي وجميع الأخوة والأخوات مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياك الله. نعم، بارك الله بك يا زميلي. هناك حديث قدسي حقيقة نفتتح به حديثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، قال: هبط مع جبريل ملك لم يطأ الأرض قط، معه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: هذه مفاتيح خزائن الأرض، فإن شئت فكن نبيا عبدا، وإن شئت فكن نبيا ملكا. فأشار إلي جبريل فقال: تواضع يا محمد. فقلت: بل أكون نبيا عبدا، بل أكون نبيا عبدا. إذن هذا الحديث القدسي الشريف يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه الملك والنبوة معا، أن تكون ملكا ونبيا، يعني لا إشكال أن تكون ملكا نبيا، ولكنه اختار أن يكون نبيا عبدا. ماذا نستشف من ذلك؟ أحسنت، بارك الله فيك. في الواقع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حينما بلغ أعلى مراتب القرب الإلهي فلا بد له أن يصل على مستوى الحكم وعلى مستوى السلطان وعلى مستوى الرئاسة إلى أعلى المراتب أيضا. وفي عبارة تواضع يا محمد تضم بين دفتيها من معنى العلو والرفعة إلى ما لا يمكن أن يتصوره هذا الإنسان البسيط الذي هو دائما متأثر بزبارج الدنيا وزخارفها. لاحظ هذا البيت الشعري اللطيف: تواضع، أنت تريد رفعة، أنت تريد مقام عالي، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، الله، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. يقول له يا محمد: تواضع، نحن أيضا نريد لك الرفعة، أيضا نريد لك المقامات العالية، لكن في التواضع قمة العلو والرفعة. ثم أنه هنالك التفاتة لطيفة جدا، الله سبحانه وتعالى يخير محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هو تخير، والذي يشير لمحمد صلى الله عليه وآله بالتواضع هو جبرائيل. متى كان جبرائيل أعلم من محمد صلى الله عليه وآله في مسائل العلو والرفعة؟ على اعتبار أن جبرائيل عليه السلام هو واسطة بين الأنبياء والرسل بما فيهم محمد صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام، في تبليغ القيم، كان يكون هذا دعما لجبرائيل في بيان أهمية وجوده في أن يكون واسطة في النقل. لكن تواضع يا محمد هو كان خطاب الله بالأصل، لكن هنا لم يوجه إلى محمد بالمباشر، وجه إلى جبرائيل ليبلغها إلى محمد صلى الله عليه وآله. يعني هل يمكن اعتبار جبرائيل
عليه السلام بلا تشبيه طبعا، كما أنه تتصل بشخص عن طريق جهاز معين، فالجهاز لا يكون هو المبلغ، هو ناقل أو موصل للخبر. لا تعارض، لا تعارض في الأمثال. نعم، لأن محمد صلى الله عليه وآله جبرائيل يتعلم من الملائكة، ممن تعلمت التسبيح والتهليل والتمجيد. نعم، الملائكة ممن تعلمت أساليب العبادة. جميل. من محمد وآل محمد حينما كانوا في ظل عرش الله، وهذا ثابت في الروايات. لذلك فجبرائيل عليه السلام كان واسطة لنقل هذه المشورة من الله لمحمد صلى الله عليه وآله. محمد تواضع، لذلك ازداد محمد صلى الله عليه وآله وسلم رفعة ومقاما بهذا التواضع. نحن حينما نقرأ التشهد الوسطي في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منتهى العظمة، منتهى الرفعة، منتهى العلو، الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يفيض بالعظمة على العظماء، وأشهد أن محمدا العظيم الثاني، بتعظيم الله له طبعا، الله سبحانه وتعالى عظمته له بذاته. محمد صلى الله عليه وآله هو ثاني محطات العظمة. يستمد عظمته من الله سبحانه وتعالى. وحينما يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نقف على معالم عظمة الرسول، يقف عند نقطتين عظيمتين: عبده ورسوله. عبده ورسوله، أن تكون عبدا لله، أن تكون راغما لأنفك في حضرة الله، أن تكون متذللا في ساحة الله. فهذه العظمة التي ما بعدها عظمة. هل هناك للأسبقية باللفظ، يعني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ نعم، لغة، يعني من معاني نحن لما نقول شارع معبد، أي أنه مستقيم مستوي. أحسن. فالعابد هو الذي استقام لربه، هو الذي استقام لربه. فكأنه نفهم أن الله تعالى لما أمرنا أن نقرن اسم النبي باسمه، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا بدأ بماذا؟ عبده. أحسن. أي قال أنه لما استقام لي أصبح رسولي، يعني لأن الاستقامة تفهم. نعم، لأن الاستقامة هي الوعاء الذي يحمل الرسالة. العبد الغير مستقيم يضحي برسالته، ممكن طبعا لا يدافع عنها، لا يبلغها. في الاستقامة تكون الأمانة. وهذه الوديعة العظمى من تبليغ أحكام الله تعالى بحاجة إلى قدر عظيم وعظيم جدا من الأمانة، حملها محمد صلى الله عليه وآله لأنه الأمين. فهو مستقيم لأنه أمين، فهو مستقيم لأنه صادق القول منذ البدء، لأنه لديه مروءة، لأنه لديه وفاء، لأنه مستعد للتضحية والفداء بكل ما أوتي من طاقة. جميل. لذلك فهو العبد المستقيم الطاهر، ومن ثم رسوله. بلغ أحكام الله ورسالة الله في منتهى الصدق والأمان والإخلاص في ذلك. ونحن نجد في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حجم الأذى الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يثنيه طرفة عين. لا طبعا. كان حينما ينظر إلى الدماء التي تسيل من جبهته، أثر الحجارة، حجارة أطفال قريش الذين يدفعون بالأطفال لضرب رسول الله، وكان علي عليه السلام يتقي الحجارة بيديه. هو وعلي كان حينما يرون الدماء تسيل من جباههم على خدودهم لأنها في سبيل رسالة الله، وكأنهما معين بارد ينزل على الجباه في لفحة الحر. جميل. فتمتلع النفوس سعادة. دائما الإنسان الذي ينظر في ملامح وجهه هنالك خطأ ما، كان يكون عملية تعرق أو خدش أو دم، يشعر بذلة. يشعر باستصغار، لأنه خدش، لأنه يربط شخصيته ببدنه. فيشعر بذلة، على الأقل ينزعج. أحسنت. بينما محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى نفسه يسبح في فضاء العظمة، حينما يخدش هذا البدن بضربة أو بطعنة أو بحجارة تؤدي إلى سيل دمه في سبيل رسالة الله. جميل. لذلك التاريخ حينما يريد أن يمجد محمدا صلى الله عليه وآله، سواء الشعراء في قصائدهم أو المتكلمين في خطبهم، يقفون على اللحظات التي أوذي فيها في سبيل رسالة الله، ويرسمون تلك الصور بأجمل ما صيغ من أبيات الشعر. جميل. وبأجمل ما ينطق به اللسان من كلمات النثر أو الخطب، بحيث أن السامع حينما يستمع إلى هذه الصور تجيش في نفسه مشاعر
تجعله يتمنى أن يكون في مصاف رسول الله لكي يتقي الحجارة عنه. جميل. لذلك هو يدعو له بالامتنان ويلبي دعوة الله حينما يقول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جميل. فترانا حينما نصلي على محمد وآل محمد أننا يا رسول الله تلك الحجارة التي أصابتك وذلك الأذى الذي لحق بك من قريش والكفار جميعا إننا في موضع تقديره وفي موضع تثمينه، وهذا التقدير وهذا الثمن يحملنا مسؤولية أن نضحي من أجل الرسالة كما ضحيت. جميل. وأن نتحمل الأذى في سبيلها كما تحملت أنت لنكون لله تبارك وتعالى عبادا صالحين على أثرك نحمل رسالته كما كنت أنت في السابق عبده ورسوله. جميل. يعني نسمع أو نقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أوذي نبي كما أوذيت. الحقيقة وأنا يعني شخصيا سمعت من كثير من الأخوة يقول أنني قرأت أن النبي دانيال عليه السلام مر قومه هكذا رواية قومه مر نشروه بالمناشير يقول فأعاده الله سبحانه وتعالى عليهم فبطش بهم ومن يعني من رضخوا له أبقى عليهم ودعاهم مرة أخرى فتآمروا عليه فأحرقوه ونثروا جسده في يعني هكذا هناك روايات عن النبي دانيال عليه السلام مثلا أو غيره من الأنبياء الذين تعرضوا إلى أذى. يقول أنا لما أقرأ سيرة النبي لا أجد حصل ذلك مع النبي. فكيف نفهم هذا أنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أوذي نبي كما أوذيت؟ من قال إن أشد الأذى هو الذي يلحق بالبدن؟ جميل. كم هو قليل ذلك الألم حينما يتعلق بالبدن فقط وكم هو كبير ذلك الألم حينما يصيب القلب والروح ومفاطن العقل. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اتهم بأنه ساحر الذي اتهم بأنه مجنون. جميل. الذي اتهم بأنه مغرض الذي اتهم بالكذب. قد يكون حينما اتهم بالكذب بعد أن لسنين طويلة هم يقولون له الصادق الأمين. هذه نقطة هامة. نعم. يعني مثلا لا تجد الإنسان يتأثر حينما يقال له أنت كاذب فيما لو كان هو كاذب لمرة أو لمرتين أو لعشرات المرات. لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يمكن أن يكون من شأن أحد أن يكذبه في يوم من الأيام لصدقه وأمانته فجأة يواجه بالتكذيب. محمد صلى الله عليه وآله الذي لا يمكن لأحد أن يشك في أخلاصه دفعة واحدة تجد الكثير يتهمونه بالسحر والشعوذة وغيرها من الأمور. هذه الآلام على صاحب الروح الصحيحة على صاحب القلب السليم. نعم الأنبياء أرواحهم صحيحة وقلوبهم سليمة لكن هنالك درجة من الإيمان حملها محمد صلى الله عليه وآله لا يرتقي إليها أي قلب آخر. فهذا القلب كانت الآلام الموجهة إليه أشد من نشر المناشير وقرض المقاريض. لطيف. وإلا فإن محمد صلى الله عليه وآله ربى رجالا هؤلاء الرجال دخلوا في سوح القتال وكان هؤلاء الرجال يقولون للكفار وددت لو أنني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا لعشر مرات ثم أحرق ثم أضر في الهواء. الله. ولن أتنازل عن الدفاع عن هذه الرسالة. الله. هذا نموذج رباه محمد صلى الله عليه وآله. فكيف بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر إلى واقعة الطف الأليمة حينما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه لمجموعة صحابته أنتم في حل مني القوم يطلبونني أنا وهم يقولون له بماذا نواجه محمدا صلى الله عليه الله وسلم؟ ماذا نقول لعلي بن أبي طالب وفاطمة؟ نعم. والله يا ابن رسول الله وددت لو إنني أقتل وأحرق وأضر في الهواء ويفعل بي هكذا ألف مرة. هذا ليس كلام عواطف. جميل. هذا كلام نتائج قطعية مترشحة من الالتزام بفيض رسالة السماء وهو نموذج صنعه الإمام الحسين الذي هو صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. فرسول الله صلى الله عليه وآله لو وضع وقطع ونشر وقرض لما كان هذا الألم يعدل مثقالا بسيطا من مجموع الآلام التي صرح عنها بقوله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. نعم. لربما نعم نحن قصرت أبصارنا عن أن تدرك
مؤشرات الألم عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الذي يقول فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت، بمعنى أنه ليس هنالك، ليس المقصود أن هنالك نبي أقل مني أذى بنسبة قليلة، لا، لو جمع أذى الأنبياء جميعا ولو وزن صبر الأنبياء جميعا لما ارتفع إلى مستوى ألم رسول الله ومقدار صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تلاحظ القرآن الكريم حينما يضرب الأمثال بمجموع الأنبياء فإنها يجمع الأمثال كلها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي عظيم الخلق وتحدث عن ميزة معينة فيه، وهذا النبي فيه مجموعة صفات متعلقة بالشجاعة ويركز على نقطة فيه، وهذا النبي فيه مؤشرات عفة ويركز على مؤشر من مؤشرات العفة. لكن حينما يكون الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله يكون حديث عن كل القيم وعن كل المبادئ التي تأخذ بالإنسان إلى كل خير وفضل. جميل. يعني هل نستطيع أن ننظر إلى قول النبي من هذا المنظار ربما يكون عميقا؟ نعم. شيئا ما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا نبي وآدم بين الماء والطين والأنبياء كلهم أولاد آدم، يعني هو يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، بما أنه يقول أنا نبي يعني هو لم يقل أنا خلقت أو أنا موجود وآدم بين الماء والطين، لا، أنا نبي وآدم بين الماء والطين. ربما نفهم أنه كان مطلعا حتى على حياة الأنبياء من قبله وما مروا به، وهو مطلع على ما يحدث بعده، ربما أن اطلاعه وحمله كل هذه الهموم يكون يعني له جانب من هذا القصد أنه ما أوذي نبي كما أوذيت. أحسنت. نحن لا نريد أن ندخل في محاكمات ونقاشات ونحتاج إلى استدلالات واستنتاجات، هذه لربما نكون في غنى عنها بمجرد لو التفتنا إلى آية في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في نبيه الأكرم هذا نذير من النذر الأولى. جميل. طيب، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو آخر نبي، لا نبي من بعدي. النذر الأولى من هم؟ من هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء والمرسلين إلى أممهم في عالم الأرواح، في عالم الذر. جميل. قبل أن تخلق الحياة ويرسل كل نبي إلى قومه. محمد النذير من النذر الأولى، أول المنذرين لأممهم. جميل. نعم، في الحياة الدنيا آخر أمة أنذرت هي أمة محمد صلى الله عليه وآله، لكن في عالم الذر أول أمة أنذرت هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. نعم، آخر نبي بعث هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أول نبي بعث في عالم الذر هو محمد صلى الله عليه وآله. جميل. نعم، محمد في الحياة الدنيا بعث لأمته، بينما محمد صلى الله عليه وآله في عالم الأرواح وعالم الذر أرسل لجميع الأنبياء والمرسلين. جميل. آدم آمن بنبوة محمد، نوح آمن بنبوة محمد، إبراهيم، موسى، هارون، عيسى، جميع الأنبياء والأوصياء في عالم الأرواح استجابوا للنداء محمد صلى الله عليه وآله. وهذا معنى أن الخلق المؤمن جميعه أمة محمد صلى الله عليه وآله. جميل. هذا معنى أن موسى لما يدعو الله تعالى أن يكون من أمة محمد، هو كان يعرف جيدا أنه من أمة محمد في عالم الذر، لكن كان يريد أن يكون من أمة محمد في عالم الحياة والواقع. جميل. لكن حكمة الله اقتضت أن يكون موسى في زمن لينذر قومه، فقد أعطاه الله تعالى على هذه الرغبة التقية أن يكون نبيا لقومه، ويكون قد بلغ مقام من كان من أمة محمد. جميل. وهذا فيه ميزة عظيمة أن يكون الفرد من أمة محمد، يعني أن يكون ذو مقام عالي. صح. لذلك أنت ليس من أمة محمد حينما لا تكون صادقا. جميل. أنت ليس من أمة محمد حينما تخون لأبسط الأسباب. أنت ليس من أمة محمد حينما تخونك الشجاعة لقول الحق في مواجهة الباطل. أنت ليس من أمة محمد حينما تستجيب للشهوات والرغبات وتسحقك بحوافرها المميتة. جميل. أنت من أمة محمد حينما تكون ذلك المؤمن الصادق الأمين صاحب الإرادة الصلبة في مواجهة كل تيارات الباطل والمفاسد. بوركت. فلذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تفضل. شكرا لك زميل الأستاذ قاسم. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. لو كنت أصلي في مصلى الجامعة وجاءت إحدى الطالبات وأعلمتني عن حلول وقت المحاضرة، فهل يجوز لي قطع الصلاة والذهاب إلى المحاضرة؟ لا يجوز إبطال الصلاة إلا لغرض أهم. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن قدمها الظاهر والباطن أثناء الصلاة؟ جائز إن لم يكن أجنبي ينظر إليها، وإلا وجب الستر. ما حكم صلاة النساء في المساجد؟ وهل يحسب لها فضيلة في ذلك؟ في الحديث الشريف ما مضمونه؟ مسجد المرأة بيتها، ولكن لو كان خروجها إلى المسجد ورجوعها منه بكامل الحجاب والعفاف، فالجماعة في المسجد أفضل على الأظهر، ومعه يكون القول بمساواتهن للرجال في فضيلة المساجد والمشاهد أقرب. ما حكم ظهور شعر المرأة أثناء الصلاة سواء عمداً أو جهلاً؟ عدم ستر الشعر عمداً مبطل للصلاة، وكذا مع الجهل التقصيري. ومع الجهل القصوري الصلاة صحيحة ولا تلزم إعادتها. هل يجوز الصلاة من دون عباءة مع كون اللباس ساتراً بحيث لا يظهر من البدن شيء؟ يجوز ذلك في فرض السؤال إن كان الرأس وسائر البدن مستوراً إلا ما استثني في الصلاة. نعم، يكره في اللباس الواحد والضيق، ويستحب تعدد الثياب وسعتها. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. سألت روحي من تهوين فارتعشت، وبان في العين من أشواقها السكر، ودعب القلب لحن يا لرقته، ورقة اللحن في المختار تختصر. اللهم صل على نبيك المختار محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء أيضا في حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني، ولما عرج بي إلى السماء نوديت يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي ولمن خالفك خلقت ناري. يعني زميل أستاذ قاسم، هذا الحديث يعني يظهر عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ربما جانب منها. نسأل كل أنبياء الله عليهم السلام هم أهل لأن يقتدي بهم الناس، لكن أين تكمن أفضلية الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحسنت، بارك الله فيك. في الواقع أولا لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي هذه الأمة قطعا. الشيء الآخر، الهدف من إرسال الأنبياء هو توضيح مسائل الرسالات، تبسيط للناس معالم القيم،
لأنه بتطبيق الرسالات والاتصاف بهذه القيم يجعل الإنسان متفاعل مع الحياة وتستمر مبني على الوجه الصحيح. أكيد. فهذا هو عمل الأنبياء. لكن حينما يأتي نبي من الأنبياء يقول هذا الصدق وهذا معناه وهذه أساليبه، هذا الوفاء وهذا معناه وهذه أساليبه، وكذا القيمة المعينة وهذه أساليبه وهكذا، هذا الأمر وحده لا يكفي في أن يرتفع الإنسان إلى مستوى أن يكون صادقا أو يكون وفيا أو يكون مضحيا. جميل. فالله سبحانه وتعالى رسم لنا هذه القيم من خلال أشخاص. أنا حينما أقرأ أن الصدق محمود هذا جيد، لكن الأجود منه والأفضل تأثيرا في نفسي حينما أرى إنسانا صادقا، حينها أتأثر به، نفسي تجيش فيها مشاعر الاقتداء بهذا الشخص. فالله تبارك وتعالى جسد لنا مجموع القيم في الأنبياء، وهذا الأسلوب يجعل هذه القيم أكثر تأثير في نفس الإنسان. مثلا نحن مأمورون بالعفة، على الإنسان أن يكون عفيفا في تعبده لله سبحانه وتعالى في عموم تحركاته الحياتية. والله سبحانه وتعالى أمر بالعفة في أماكن متعددة من القرآن الكريم، لكن هنا يأمرنا بها من خلال شخص من الأشخاص وهو نبي من الأنبياء، يوسف سلام الله عليه. يوسف الذي صمد أمام بحر هائج من الشهوات والرغبات متمثلا بزوجة العزيز زليخ، وهو امتنع عن ذلك بصلابة وفضل السجن على أن يرتكب ذنبا فيه لذة عابرة. فارتفع نبي الله يوسف عليه السلام إلى أوج المقام الملكوتي بمواجهة هذه الرغبة. نحن كشباب حينما نستعرض هذه الصورة وأنفسنا تعشق القيم سوف نندفع باتجاه الاقتداء بهذا النبي، نستلهم منه روح مواجهة الشهوات والرغبات. جميل. لأنه بشر مثلنا مكلف مثلنا واجه هذا البحر الهائج من الرغبات، إذا من باب أولى وأنا مثله ومأمور بالاقتداء به، إذا لدي القوة لدي العوامل الكافية لأن أرتدى عن ذلك. جميل. خذ شيء آخر. نعم. أهم مسائل الحياة هي توحيد الله تبارك وتعالى. أكيد طبعا. ألا تكون مشركا قيل شعرا في أي تحرك من تحركات حياتك. نعم. والقرآن الكريم في آيات كثيرة لا تشرك لا تكفر، الآيات موجودة. نعم. لكن حينما يقدم لنا نموذج يتعرض لأشد الظروف الذي تجبره على الشرك وهو ينتصر عليها جميعا بإخلاصه، فيكون الموحد وإمام الموحدين نبي الله إبراهيم عليه السلام. جميل. بكل شجاعة وهو فرد واحد يدخل بين ساحة الآلهة لهؤلاء الكفرة يكسرها جميعا. ولا يكتفي بذلك، وإنما يكرس مشهد آخر للاستهزاء بالأصنام التي كسرت. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقول فأجابهم بل فعله كبيرهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. فازدادوا حقدا عليه. وهذا العمل الذي يرجع إبراهيم في معرض حرق النار لأن يشرك بالله، لأن يكفر ويرفض الكفر والشرك. ولأنه أصر بإخلاص على توحيد الله تعالى فكانت النار بردا وسلاما. إذن أنا نفسي سوف تندفع إلى هكذا نموذج موحد الله يواجه ما يواجه من الظروف. أكيد. التي تجبره على الكفر. في عموم المسائل، في مسألة الملك والعطاء والسلطان سليمان عليه السلام، الصبر. في مسألة الصبر أحسنت، أيوب عليه السلام. إذن هي قيم كثيرة ومسائل كثيرة، وكل نبي برز بجانب من هذه الجوانب. نعم. كل نبي هو مثال لجميع القيم، صح، لكن كل نبي تميز بمشهد من هذه المشاهد. لكن حينما يكون الأمر متعلقا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن جميع هذه القيم وجميع هذه المبادئ تظهر بأبهى صورها وأجلاها. يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى حينما اتهمه الناس بأنه مجنون، الله الذي يزكيه يقول ما ضل صاحبكم وما هو وما صاحبكم بمجنون. أحسنت. فأين تذهبون؟ أحسنت. فالتزكية الإلهية هنا موجودة. وحينما يكون الحديث عن محمد والعياذ بالله كما يدعون أنه كاذب في دعواه، أنه جاء من وحي خياله، يزكيه الله بالمباشر
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحينما يتهمونه أنه يتعلم السحر من مصادر أقوى منه، الله سبحانه وتعالى يزكي مصادره، يقول له علمه شديد القوى. جميل. الواسطة جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. ثم يجمع الله تبارك وتعالى هذه القيم وأمثالها في آية واحدة ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم. يعني محمد صلى الله عليه وآله هو القمة في الأخلاق، هو القمة في الأدب، هو القمة في كل شيء. يعني إذا تسمح لي، هذا القول وإنك لعلى خلق عظيم، هناك أحد علمائنا الأبرار، نعم، حفظهم الله، له رأي أن العلى هنا، هذه كلمة على، ليست أنك على خلق عظيم أي أنك تتصف بالخلق العظيم، يقول لا، يقول هذه هنا تأتي للاستعلاء، أي أنك يا محمد متربع على الخلق العظيم، يعني هكذا أنت عليه، يعني ليس شيئا داخلا في شيء، بل على العكس أنت كأنه هكذا يشير أنك جالس على قمة هذا الخلق العظيم. وصف جميل. يعني أنا أسألك بالله، نعم، على من نستخسر هذا الوصف؟ على محمد صلى الله عليه وآله؟ طبعا. تحدث المتحدثون عن أبي الفضل العباس عليه السلام بالأوصاف حتى قالوا إن القيم خجلت منه. الله. وهو صنيعة علي عليه السلام، وعلي صنيعة محمد. ترى أي مقام يمكن أن يستحقه رسول الله صلى الله عليه وآله بتصورنا وبمقدورنا أن نصفه به؟ جميل. يا أخي، لو نفترض أن هذه ليست آية في القرآن، نعم، لنفترض أنها مقالة لأحد الأولياء الصالحين الكبار، جميل، لقلنا أن هذا مقام يعني ليس من شأن محمد أن نحصره فيه. محمد يجب أن يكون فوق ذلك. مقام من لكن لفظة عظيم حينما ينطق بها العظيم الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نريد أن نتصور هذا المقام الذي منح لمحمد صلى الله عليه وآله؟ وأنك لعلى خلق عظيم، ليس خلق مجموعة أخلاقيات ومجموعة كرامات ومجموعة نبائل وفضائل، الخلق العظيم الذي لم يصله إلا محمد صلى الله عليه وآله. خلق خاص. حينما نسلط الضوء على بعض المسائل أو مؤشرات السيرة من أبناء عترته الطاهرية سلام الله عليه، على اعتبارهم صنيعة رسول الله صلى الله عليه وآله، موقف واحد للإمام الحسين عليه السلام هو موقف أنبياء اتجاه رسائل. جميل. مسألة استنقاص الشخصية، مسألة الإهانة المباشرة مع علو الرفعة للمقابل، ليس بالأمر الحين. جميل. لكن هذا العظيم إذا أراد أن يؤكد هذه العظمة، وإذا أراد أن يرتفع إلى ما فوق هذه العظمة، يجب أن تكون الخطوات نابعة من العظمة نفسها. جميل. خذ مثال الإمام الحسين سلام الله عليه وسلم. الإمام الحسين لا نتحدث عن أخلاقه، الأمر واضح، لكن حينما يأتيه شخص وهو عصام بن المصطلق، متربي تربية أموية، كل توجهاته أموية، يعني من أشد الناس حقدا على آل علي عليه السلام، وهو يصرح بذلك، يقول فوجدت الحسين بن علي، كان يكون خارج من المدينة أو من مكان، يقول وجدت الحسين بن علي معه صمته ورواءه وطيبه، هذه أمور لا يخلو منها الإمام الحسين. جميل. الإمام الحسين مصدر جمال الدنيا أصلا. الإمام جميل. الحسين مصدر جمال الجنة. لطيف. كيف يخلو من مصادر الجمال؟ كي يعلمنا ويؤدبنا أنه الجمال يجب أن نهتم به. معه لطيف. الطيب، معه العطر، معه المصلات، معه المشط، أمور كثيرة. فيقول لا سلام ولا كلام. بالمباشرة، أنت الحسين بن علي؟ قال له الحسين نعم أنا الحسين بن علي. يقول فبالغت في شتمه وسبه وسب أبيه علي بن أبي طالب. يقول فنظر إلي الحسين عليه السلام نظر عاطف رؤوف. الله. وقال لي هون عليك، إن استرفدتنا أرفدناك، وإن استعطيتنا أعطيناك، وإن استرشدتنا أرشدناك. الله الله الله. يعني في مقابل الشتم والسب، أولا لعلي بن أبي طالب كحجة الله على خلقه، كسيد الأوصياء، كمقام مقدس تقطع يد كل من تطاولت عليه ولسان كل من تجاوز عليه. هنا الحسين عليه السلام يركن الشجاعة على جهة، الحسين الذي كان له قبضة إذا مسك بها الفارس لا يجعل بدنه يفتر مع كفه، لقوتها يبقى البدن على الأرض ثابتا ووجهه يلتف مع اليد. سبحان. بأسه من بأس علي،
ميراثه من ميراث علي، شجاعته من شجاعة علي، لكن ترك الشجاعة جانبا وترك السيف جانبا واستخدم سلاحا آخر. فبدل من أن يسحب السيف وينهي حياة إنسان وتنتهي مسيرة الدفاع، تصرف تصرفا آخر، أحيا به إنسان حوله إلى ولي وداعي للإمام الحسين ونهج الإمام الحسين. جميل. إن استرفدتنا أرفدناك، وإن استعطيتنا أعطيناك، وإن استرشدتنا أرشدناك. عصام يقول: فخجلت من منطق الحسين وأطرقت رأسي ندما. الإمام الحسين لم يكتفي بفيض الخلقيات العالية، لم يقف عند أحد. يقول: فتوسم الندم في وجهي فقال لي: هون عليك، لا تثريب عليك، يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. الله. الحسين الله. يؤدي دوره كمبلغ رسالي في كل فرصة، في كل مقام يقف به. رأى أنها فرصة سانحة لأن أعرف الناس بأخلاق الله، بحكم الله، لأنه كان يؤمن. الناس لماذا تنحرف؟ الناس لماذا تبتعد عن أهل البيت؟ لأن الناس لا تعرف الأخلاق ولم تتذوق طيب التعامل الأخلاقي. فهذا اللون من تعامل الإمام الحسين كشف لهذا الأموي معنى الأخلاق وتأثيرها. جميل. فندم على تعديه ثم قال: وما من شيء الآن، ما من شيء أحب إلي من علي والحسين وأهل البيت. الله. جميل. وتحول إلى داعي إلى أهل البيت. الحسين هذا سلام الله عليه نفحة من أخلاق علي. وعلي عليه السلام الذي ملأ الدنيا وآفاقها خلقيات عالية نفحة من نفحات من؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فلا تتحدث عن محمد يا أخي، سبحان ليس هنالك ما تتحدث عن أخلاق محمد بوجود عترته الذين هم رشحات من، وهم يتمتعون بما يتمتعون به من الخلقيات العالية. لاحظ كي لا يقول أحد أنهم لا يريدون أن يتكلمون عن محمد أو لا يملكون شيء عن محمد، ممكن يقال كل ما لدينا هو من محمد، هو بتوجيه محمد، بعزم محمد. محمد الذي بلغ من الشجاعة ما فاق شجاعة علي بن أبي طالب، وتعرض ما تعرض من مواقف كان بإمكانه أن لا يسل السيف فقط، ليس لربما يستغني عن السيف، يستخدم كفه فقط، لكنه لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه العطوف الودود الرحيم، لأنه أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين. فدائما يستغل المواقف لرحمة الناس، لجرهم إلى النجاة. جميل. هذا العطف، هذه الرحمة هي الأولى. لكن مع الناس الذين لا يطهرهم إلا الغضب، مع الناس الذي لا ينفعهم إلا السيف، نعم يأتي هنا دور السيف طبعًا. ويقول طبعًا. الأمر لك يا سيفي يا علي بن أبي طالب. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أدراك ما محمد. يعني أحب أبقى بهذا هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. ويعني سأعطي مثل لا أدري إن كنت ستوافقني عليه. نحن نعرف أن الكلمات، هذه الكلمات التي نذكرها، يعني نحن نقول مثل الله سبحانه وتعالى الصبور الرحيم العلي القدير. أنا قرأت يعني في بعض الكتب أنه الله تعالى أو عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن هذه الحروف وقبله أمير المؤمنين، هذه الحروف وهذه الكلمات هو خالقها، هو خالق الحرف، هو خالق معناه، هو فإذا هي أدنى من مستوى. الآن الله سبحانه وتعالى يتحدث بهذه الحروف عن من؟ عن نبيه أو عبده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هذه الحروف هي الوسيلة التي نفهمها نحن. الآن أين المثل؟ لما نرى رجل الآن يستطيع أن يحمل مثلا 100 كيلوغرام بيد واحدة نقول عنه قوي، لكن إذا جاء رجل واستطاع أن يحمل سيارة أيضا نقول قوي. زين، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق رجلا يحمل جبلا بيده ماكو مشكلة، يعني أيضا نقول قوي وتستمر كلمة قوي. لكن الحقيقة، الحقيقة أن هذه الكلمة قوي، هذه الثلاث حروف ستتلاشى ربما حقيقة في داخلنا، تتلاشى بعد ما نشوف إنسان ممكن يحمل شيء يعني خارج عن حدود التفكير أو عقل الإنسان. مو إحنا نقول قوي، لكن إحنا نفسنا كلمة قوي مجرد استخدام المعنى أو ما يمتلكه هذا الشخص فوق الكلمة هذه. ف
فلما نأتي هكذا أريد أن أقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه لا يوجد غير هذا بالنسبة للإنسان أن يفهمه، لا توجد غير هذه الحروف والكلمات، فعبر الله تعالى عن ما يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي هو فوق ذلك بما لا يدرك. أحسنت. يعني أحسنت. هكذا خطر في ذهني. لا تلاحظ أن الإمام المعصوم سلام الله عليه، الإمام الباقر عليه السلام مثلا حينما يقول وبصراحة قلوا فينا ما شئتم ولا توصلون إلى مقام الربوبية، هنالك أشخاص عاديين يعني لا يمتون في النسب لمحمد صلى الله عليه وآله ولا لأحد أهل البيت، لكنهم بلغوا من المراتب العليا ما يستحق أن يقول عنهم إنهم على خلق عظيم، وصفوهم الأئمة بأخلاقهم العالية. فمسألة أن القرآن الكريم نحن لا ننظر إلى الحروف التي وصفت محمد، نحن ننظر من الذي نطقها. جميل. لشخص محمد ليقول عشرات الناس في شخص واحد أنه عظيم. نعم. المسألة تكون من قال فيه. صح. وناس قالوا فيه. لكن محمد صلى الله عليه وآله الله سبحانه قال فيه. وفي بعض الأحيان بل وفي كثير الأحيان تكون من مستلزمات الأخلاق العالية أن يكون الإنسان شجاعا. نعم. أنا ذكرت هذه النقطة لأنه للأسف كثير من التصورات الضعيفة تقول لا نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله موقفا شجاعا. لطيف. نعم. كأنهم يحصرون الشجاعة في السيف فقط. نعم. أنا أسألك بالله، أيهما كان أشجع، علي بن أبي طالب أم مالك الأشتر؟ طبعا علي بن أبي. إذن الإمامة أشجع من مقام الصحبة. أيهما كان أشجع، الحسين بن علي أم حبيب بن مظاهر؟ نعم. لا شك أن مقام الإمامة أشجع من الصحبة. ولنضرب هذا المثل التقريبي أكثر على اعتبار أن كثير من الناس استلطفوا مسلسل المختار وتابعوا. أيهما أشجع، المختار الثقفي أم ابن مالك الأشتر؟ مؤكد المختار على اعتبار هو من تسلم قيادة توجيهات الرسالة في ذلك الحين. فيا أخي ارجع إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عليه السلام. يقول حينما حملني رسول يعني شوف هذه نقطة ضخمة. نعم. علي عليه السلام لماذا لم يحمل النبي على الكعبة كي يحطم الأصنام؟ بينما محمد هو من حمل علي ليصعده على ظهر الكعبة ليحطم الأصنام. ويقول علي حينما حملني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعرت وكأنني طرت في الفضاء، طرت في الهواء. سبحان صادر. الله. لقوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها قوة النبوة. نعم. إنها قوة الرسالة. نعم. علي بن أبي طالب يد الرسالة. جميل. سيف الرسالة. وهو يصرح بالقوة العظمى التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وآله. القوي لا يعرفه إلا القوي. جميل. الشجاع لا يعرفه إلا الشجاع. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول كان إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول الله. نعم فعلا. لاحظ كيف يلتجئ الملتجئون إلى ملجئهم حينما يشتد الوطيس. علي بن أبي طالب هكذا كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري أن هذا الذي تقوله يشير إلى قضية مهمة جدا حقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الرسالة، هو أهم يعني أهم كلمة في الرسالة، هو عنوان الرسالة. لما حدثت معركة بدر نحن نعلم أنه نزل إلى القتال وقاتل، وفعلا هي في هذه المعركة أو في أحد لما يقول أمير المؤمنين كنا نلوذ برسول الله، رغم أنه كان يدافع عنه ولكن في نفس الوقت هو يلوذ به. الآن النبي يعني الرسالة هو، وهو الرسالة، لو كان قتل يعني حقيقة رؤية من جانب أنه لو يقتل هذا، لو قتل هذا النبي في معركة بدر انتهت القضية، ولكن أحسنت. فقط أريد أن أشير، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل إلى المعركة وقاتل، وأنا واثق أنه كان أول النازلين إلى المعركة. أحسنت. هذا درس عملاق. جيد. أليس كذلك؟ أكيد. نعم. فالمقصود بهذا أنا كنت بصدى أن أبين ذلك وأنت ما شاء الله سبقتني بهذا البيان. نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله كي يبين للناس أن جوانب الخلقيات العالية المتمثلة بالنبوة
موجودة حتى في ساحة المعركة. جميل. ليس من شأن الرسول أن يبقى دون قتال. من قال أن محمدا لم يحمل سيفا في المعارك؟ هؤلاء المغرضون، هؤلاء أنا في اعتقادي الذين يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وآله بأنه لم يحمل السيف في الحرب، هؤلاء يريدون أن يصنعوا من شخصياتهم العالية اليوم نماذج محفوظة في زجاج، في أقفاص معينة، وليذهب غيرهم للقتال، وليذهب غيرهم للدفاع وبذل البطولات والتضحيات، وحينما يبلون هؤلاء البلاء الحسن يكون التمجيد لمن هو جالس تحت الفيء وتحت المعين البارد. محمد صلى الله عليه وآله جرح في المعارك، محمد صلى الله عليه وآله طعن في المعارك، محمد صلى الله عليه وآله يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها أجهدت نفسها في نفض غبار تراب المعارك، وهي تتحدث في مواطن كثيرة وهي تسعف محمدا في تضميد جراحه. جميل. في كثير من الأمور بشهادة فاطمة وبرؤية علي المباشرة. علي بن أبي طالب كان في أحد المواقف في المعارك يلتفت إلى النبي، ينشغل ببطولات النبي، فيأتيه الفارس ويضربه بسيفه على ذراعه الأيسر أو الأيمن لا يشعر بالألم لأنه متفاعل مع فنون القتال التي يبديها محمد. جميل. صلى الله عليه وآله في ساحة المعركة. أيوة. حتى في إحدى المعارك أضخن بالجراح وبلغ ما يقارب 90 طعنة رمح وسيف ونبلة، فهناك لربما لو كان هنالك فارس آخر بهذا العدد يقع على الأرض، لكنه كان يستلهم البطولة من محمد ويفيض بها في ساحة المعركة من جوانب أخرى. حتى أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عذرا، أنا لما أقول محمدا هذا الاسم يملأ نفسي وكأن جوانب العظمة تتفجر على دنيا الوجود، فهو سيدنا ونبينا وإمامنا وكل شيء، لكن لفظة محمدا تحيي النفس. يمكن أن نقول له ويا محمد عذرا إذ أجرده اسما تحار به الأفكار. أحسنت. والعلل لطيف. نعم. جدا. لذلك فكان علي يستلهم الشجاعة من جديد ويلتحق في المعركة ويقول له محمد صلى الله عليه وآله صبرا يا علي، لأنه بدأ يتألم علي. نعم. فمؤشرات الحديث كثيرة وأنا لا أريد أن أسترسل. نعم. جميل. حقيقة أنا ربما هذا الكتاب الذي هو كلمة الله وحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا أنا أختار منه هذه الأحاديث التي هي من جانب لها طعمها وتثري هذه الجلسة، من جانب أيضا فيها جوانب نتناولها. نعم. الآن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وفي ختامها طبعا أنا أشكر الزميل قاسم محمد على تواجده وعلى حديث الطيب، وأقرأ في الختام هذا الحديث. يقول الحديث القدسي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله العرش خلق 70,000 ملك وقال لهم: طوفوا بعرشي النور وسبحوني، واحملوا عرشي فطافوا وسبحوا، وأرادوا أن يحملوا العرش فما قدروا، فقال لهم الله تعالى: طوفوا بعرشي النور وصلوا على نور جلالي محمد حبيبي، واحملوا عرشي فطافوا وحملوه، وقالوا: ربنا أمرتنا بتسبيحك وتقديسك، وأمرتنا أن نصلي على نور جلالك محمد فننقص من تسبيحك، فقال الله لهم: يا ملائكتي، إذا أنتم صليتم على حبيبي محمد فقد سبحتموني وقدستموني وهللتموني. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.